السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بصحة جيدة ونتمنى تكونوا بألف ألف خير. اليوم جيت نقدم لكم وصفة سهلة واقتصادية ومن طبيعة الحال ناجحة 100%، اللحم المفروم بالبطاطس. وصفة سهلة واقتصادية وفي متناول الجميع، ونبداو بسم الله على بركة الله. كناخدو البطاطا ديالنا اللي غسلناها من قبل ونقطعوها، نقيوها من القشور ديالها، وغادي نقطعوها على شكل دوائر. مهم المشاهدين ديالنا بالبطاطا تقدروا تصيبوا وصفات سهلة واقتصادية وبسيطة ولذيذة جدا، وكتعجب الصغار قبل من الكبار. ملي كنقطعو البطاطا ديالنا كنقطعوها دوائر رقيقة. نزيدو فيها شوية زيت الزيتون، شوية الملحة، شوية التحميرة أو البابريكا، شوية البزر، وغنخلطو، وشوية الزعتر، ضروري الزعتر، وغنخلطو العناصر ديالنا مزيان. وبما أننا حنا كنحاولو نبعدو على المقليات، فاحنا غنديروها بطريقه جديده، هي ماشي جديده ولكن غير غنذكروا بها النساء، واكيد النساء راه عارفينها. غادي نشدو الطاوه ديالنا، غندهنوها بالزبده، وغنستفو فيها ديك البطاطا ديالنا، وغادي ندخلوها للفران تحمر، كتجي بحاله مقليه. في المقله ديالنا غادي نقطعوا البصله، وغادي نشحروها بشويه الزبده، ضروري الزبده كتعطي واحد المذاق رائع. جربوا هذه الاكله وما غاديش ندموا عليها، اكله رائعه. بما اننا حنا في فصل الصيف، فحنا كنحاولوا نديروا وجبات سريعه وفي نفس الوقت لذيذه. كنديروا نفس العطريه اللي درنا في البطاطا، التحميره، البزار، الملحه، شويه القزبر او المعدنوس. ملي كطيب البصله ديالنا كنزيدو عليها شويه الكفته، وكنحركو مزيان حتى كطيب لينا ديك الكفته. الكفته راه بالزربه كطيب، كنزيدو عليها شويه الزعتر، كيعطي واحد المذاق رائع. والبطاطا ديالنا اللي درناها في الفران انا بدلت لها المول ديالها لان جاني صغير، فدرتها في المول ديال الدجاج اكبر. الشكل جات محمره بحال مقليه في الزيت، وهي طيبه غير في الفران. كنديرو فوق منها هذيك الكفته ديالنا، كنزينوها بشويه الزيتون مقطع والفرماج الاحمر اختياري، زينوها بشرائح ديال طماطم، ذوقوها بشويه الزيتون. وملي كتخرج من الفران كنقطعوها، كتجي رائعه المذاق والشكل. كنتمنى منك سيداتي تجربيها وتجاوبيني في
كومنتير، وما تنسوناش من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. الشكل ديالها رائع. وصفات صيفية سهلة واقتصادية وسريعة التحضير. نتمنى منكم تجربوها ويومكم سعيد.